قرر ووقفه دار تضامنيه مع الحراك اللي في الريف وبالاخص على القضاء ديال التعليمات، وجينا باش نطالبوا بالحريه الفوريه المعتقلين ديال الحراك وجميع المعتقلين السياسيين، فاذا بهم مازال يلاه اللي تيوصل اللي تيدير تيدفعوه وتيضربوه. ما كاين على لغه الزروطه والقمع في هذه البلاد. وتحيه عاليه للشعب الريفي، ولا للعسكره، لا للاعتقال، لا للمداهمات المنازل، والحريه الفوريه لجميع المعتقلين ديال الحراك وفيما كانوا في على خريطه المغرب. وتحيه للصحافه الحره اللي تتنقل النبض ديال المغرب. انا مجرد ما جيت انا وقفت هنايا تبداو ما تيهضروا ما تيتكلموا، ما كاين خبط خبط وحيد هنا تقول مش كاين حظر التجول. وهذا كانت العسكره ديال الساحه ديال 20 فبراير اللي كان مقرر فيها يكون وقفه. كانوا تيدفعوا المجتهدين ديالهم تيضربوا بالبلودكا، رجلي ما تنقدرش نوقف عليها، ما عرفتش شنو عندي فيها، ولكن حنا تندوا بهذا القمع هذا. وفضيحه هذه فضيحه، تيتغناو بالديمقراطيه وحقوق الانسان واللي هضر تيرعف. الحمد لله صراحه شي خلالات الماليه كاينه، كيدير مزيان.